سمحتوا رحبوا معي الدكتور هاني. أهلا أهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا السعادة مركبة ومعقدة وليس لها حدود، وتبدأ في رمضان، تبدأ في رمضان اللي احنا بنودعه في هذه الأيام، وتستمر بكلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. قبل أن نتحدث عن القرآن الكريم اللغة العربية، طبعا قبل نتكلم خالص أنا بشكر الأخوات اللي تحت اللي هم الأمهات، فلولا الأمهات أم كخديجة رضي الله عنها وأم إمام أحمد بن حنبل اللي كانت تسوقه للمسجد في صلاة الفجر وكان يتيم، وأم السلطان محمد الفاتح كانت تسوق لأسوار القسطنطينية وفي يوم من الأيام تفتح هذه البلاد، فالأم مدرسة إذا أعددناها أعددنا شعبا أو شعوبا طيبة الأعراق. أنا بشكر الأخوات اللي تحت كلهم اللي هم لولا أمي ما كنت أنا. أمي لو كان أخ بيتكلم عن عمل خيري إلى آخره علمتني كلمتين رحمة الله عليها، قالت لي خالة الفقراء تسعد، خالة الفقراء تسعد، واللي يبص لفوق راسه توجعه، يبص لفوق معناها ايه؟ يبص الأغنى منه وأكبر منه إلى راسه توجعه. الكلمتين دول بتذكرهم الآن بعد الوالدة وماتت ب 25 30 سنة. مش حاجة اسمها غاثة إسلامية إيه. اللغة العربية محور حياة. I'm not joking. Arabic language is an axis for life. You got it? But I get you. I'm not joking. Speak English because most of you don't know how to speak proper Arabic. اللغة العربية محور حياة. لذلك الله سبحانه وتعالى اختارها لغة كتابه المعجز. That's why Allah chosen this such language to be the language of His book, the final revelation of Allah, to be a challenging language, dynamic and driving and leading language. لغة ثقافة وعلم وإبداع وقيم وأخلاق وتاريخ ورجولة. Language of culture, science and technology, manner, values and manhood. العربي, the Arab man, was a man of a character, not a man of a belly dancing or a discotheque. Got it? Or a fashion. كاشن وتفري كود الشخصية يحتذى به عبر التاريخ من خلال لغة مجدها الله سبحانه وتعالى بقرآن يتلى ويحفظ في الصدور إلى يوم الدين. So young men, all of you, be proud of speaking a language of Allah, a language of Quran, a language of the Prophet صلى الله عليه وسلم, a language of the Sunnah. And this is something which will make us very proud of it. الإسلام بالنسبة لنا هو محور حياة. Our religion is another axis for life. We should spin around Islam, not to let Islam to spin around ourselves. Our life should spin around Islam. يعني حياتنا لابد أن تدور حول الدين ولا يدور الدين حول حياتنا كما يحدث
الآن في أماكن كثيرة جدا جدا في العالم الذي يسمي نفسه عالم إسلامي أو عالم عربي إلى آخره إلى آخره. السعادة اليوم الأخرى بحافظة القرآن. تعال يا أبو سيف. أبو سيف. تعالوا كلكم الشباب اللي قاعدين اللي حافظين. تيجوا تقفوا. تعال تعالوا نروح أنت تروح. كمان كمان. كمان يانغ مان. كمان يانغ مان. You make me excited. كلوز والحافظ اللي مش حافظ كمان الحافظ اللي مش حافظ كلوز كلوز ذا شيخ كلوز كلوز ذا بي بي سي بسرعه لحد ما عايز يجي بنتكلم بنتكلم عن المستقبل We're talking about the future. We're leaving this life soon. Talking about myself. نتكلم عن المستقبل. لابد أن نعد المستقبل. رجال. وأنتم رجال. ترى. Say yes. 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 Okay. You believe that you are a man. You believe that you are a man, young man, strong man. You believe you have become a change maker. Inshallah. You believe you become knowledgeable, not only in the Quran, but in the human science. لابد علينا أن نؤمن إن إحنا هنكون أصحاب تغيير. أصحاب تغيير. تعال يا أخي. أصحاب تغيير كلنا. وأنتم اللي هتغيروا. صنعوا تاريخ. صناعة مستقبل، صناعة حضارة، صناعة ثقافة، صناعة فلسفة، صناعة فكر، أنتم والمسؤولية تقع على الأمهات اللي تحت. And the responsibility will be on our sisters or downstairs and our brothers who are very busy to make the money for the system to spend on the future generation. You become a change maker. Inshallah. صناعة التاريخ والتغيير هي جزء من ديننا. Change making is a part of our religion. إيمان is a dynamic, burning desire in the heart of the believer. Cannot let him or her to sit still without going out to spread the message of wisdom, the message of equality. The mist of tranquility, the mist of peace. This is the value of Islam. الدين الذي حينما يتعمق في قلوب المؤمنين به لا يجعلهم ينامون ويجعلهم تتحرك بهم الحياة ويحركون جوانب الحياة قاطبة من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها وما اليمنيين إلا هذه الزمرة التي نشرت الدين الإسلامي من أندونيسيا للأندلس. أندلس كانوا يحكمون الأندلس والأندونيسيا كانوا تاجرون في أندلس. فأين نحن من هؤلاء الناس الرجال رجال 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 يمني like you or those people who spread the Islam from Andalusia, Spain, into Indonesia, in Asia. With commerce, and they were ruling. Bani al-Ahmar was ruling Andalusia. All these great men, walking with the drive of their belief. لذلك, فصلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمني والفقه يمني والحكمة يمنية إيمان فقه and wisdom come from Yemen also from Pakistan أهلا بأهل اليمن أرق أفئدة مش أنا اللي بقول الكلام ده هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
سعد سعادة جمة بأنصار اليمن. الأنصار من اليمن أكثر من 100 صحابي، وأم المؤمنين كذلك من اليمن، وأويس القرني الذي كان يتفقده عمر بن الخطاب من اليمن. وسمي أويس القرني وذكر لصلة رحمه بأمي. فأنتوا يا أخوات في الأسفل، لا مش في الأسفل، أخوات معنا، تعرفوا أن صلة الرحم هي باب من أبواب الجنة. صلة الرحم خالك وخالتك وعمتك وأمك وجدتك، you know your auntie, your uncle, your cousin, your nephews, your grandma, your granddad. It's a key. Thank you, Sheikh. Thank you, Sheikh, for bringing us this good news. Inshallah, for all of us. And inshallah, we rely on what you will do for humanity in the near future. ونحن سننتظر ما تفعلونه للإنسانية في المستقبل والقريب العاجل. وندعو، خلاص نخلص. وندعو إن شاء الله لمن ذهب. بتذكرني الصور الجميلة دي. This short video reminds me of the start of our movement in UK. I know, I remember الخلاقي والهم تقول ولا بسنتول. From Sandwood. But we make him heads up. أبو صالح الخلاقي. He used to bring all the children. To الأمانة، مش أمانة، to الدار. 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 That time. مع العلم اليمني. Remember. And him, أبو خالد, and الشيخ عبد الرقيب, and الشيخ اللي هو إمام المسجد في إدوارد رود. أبو قاسم. أبو إيه؟ شيخ قاسم. محمد قاسم. محمد قاسم. هم هؤلاء. هؤلاء هم البذور التي أخرجت الثمار. من الأشجار، خلاقي ونجيب ومن ثاني يا ربي وفقيه عبد الرقيب، فقيه عبد الرقيب، شيخ حزام الله يرحمه، كل دول كان الإيمان بيتحرك بهم. لذلك نحن لنا مراكز في برمنغهام، ولنا مراكز في هيلز أون، وأنا مراكز في ضدلي، وأنا مراكز في كل ساندويل وفي كل مكان بهذه القلوب الطاهرة. نحن نتذكرها اليوم. محمد مثنى، محمد مثنى، شيخ يحيى حسين مازال يحيى معنا. نعم. يحيى حسين كان يطعمنا ويسقينا في رمضان. كنا كلنا شباب صغير نأتي، كناش نشرب الماء في أزايز. نشرب الماء في أزايز أنتو؟ بطل. Yeah. We used to drink from the tank, from the river. This actually. الناس دول لابد يدعيلهم، لأن هم الأصل كلهم، والنساء اللي معاهم، النساء اللي كانوا واقفين يدفعوا، أبو خالد رحمة الله عليه كذلك، كل الناس دول نتذكرهم ها يوم ما نحتفل بهذه الكوكبة إن شاء الله علماء المستقبل. أنا بهني الهيئة الإدارية، وأهني المركز، وأهني الشباب كلهم. I congratulate all of you of coming closer to Allah by reciting and memorizing His book. I remember شيخ شعراوي، أتذكر شيخ شعراوي كان يقول: حينما تسمع كلام الله وكأن الله يكلمك بصفة شخصية، when you listen to the recitation of the Quran, remember that Allah is speaking to you in person. When you have the tape or the radio or the television or the telephone and you listen to Sheikh Abdul Basit or Abdul Nshawi or others, remember when you listen and hear Quran that Allah is sitting in front of you, talking to you. Talking to you one by one.
وكأن الله سبحانه وتعالى يجلس أمامك ويستمع لك حينما تسمع تقول كلام الله أو تردد كلام الله أو تسمع كلام الله. الله معك دائما. فجزاكم الله خير. أنا بس عايز أجيب الشيخ عشان أسلم عليه. لأن أنا أصلي من وادي بنا. ما شاء الله. قرية البنا. قرية البنا عارفها؟ لا 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 بنا فيوم مش فيوم بنا. أنا تعال هنا جنبي. لا لا فيوم مش فيوم حافظة مزيفة حافظة تانية. مش عارف الجغرافيا المصرية. وادي بنا اللي هو من إبن اللواء الأخضر. خدت بالك؟ انت مش يمني ولا ايه؟ مش يمني ده ناس عاملين الجنسية. اليوم انا من الجيزة يعني. شكرا يا شباب. سلموا عليك واحد لحظة سلموا على الدكتور. لا لا سلموا عليك الشباب. الشباب شباب سلموا عليك. أنت تمام؟ لا ما شاء الله. لا ما دخل. شو ما شو ما. أنت وراي وراي. الداعمون والفاعلون في أنشطة الجالية اليمنية الحج ياسر فايد ينوب عن المفضل أسامة. الحافظ الحاج العزي عبد الرحمن. دقيقة. شكرا. الحاج ثابت علي ينوب عنه عبد الباقي ثابت. شوف. الحاج أحمد عوض ينوب عنه خالد أحمد. قوي على الغالب وينوب عنه أستاذ محمد حامد. علي قائد غالب. حسن قاسم وينوب عنه بشار بكيلي. حازم حسين. صيب. عادل محمد عبد الرحمن أو عبد الرحمن محمد. الأخت ابتسام قاسم وينوب عنها فضل النمر. الأخت نهلاء نجيب غالب ينوب عنها عبد الرحمن رمضان.
عبد الله بكيلي. إصرار داود. الأستاذة شيماء عوض ينوب عنها أواب فيصل. الأستاذة فاطمة بافر ينوب عنها غالب عبد الله. سمير بكيلي وينوب عنه محمد سمير. خالد ظافر. خالد ظافر مش موجود؟ خالد. أفراح نجيب غالب وينوب عنها زياد جميل. سمير الشميري. سمير. خليل علي محسن ينوب عنه محمود عبد القادر. عبد الرب العزي موجود؟ ينوب عنه والده. لبنى سعيد ينوب عنها عبد الله غمدان. خالد أحمد عوض. نجيب علي وينوب عنها محمد عبد المنعم. باسم عادل. بشار بكيلي. الأخت نظرة محمد ينوب عنها محمد خالد. رياض عبد القوي القيدي. خالد رمضان. وهذا موجود؟ خالد رمضان موجود؟ لا. محمد بكيلي. محمد بكيلي. هذا هو.
دينار دبع وينوب عنه خالد دينار. ذهب عبد القوي عبد الرحمن وينوب عنها معمر عبد الرحمن معمر عبد الكريم عفوا. الآن ننتقل للفئة الأخرى وهم الفائزون بالمسابقة الثقافية الشهرية، حيث أن المسجد أقام نشاط ثقافي وأسئلة ثقافية ما بين صلاة التراويح و هذه كانت شهرية، هاي المسابقة الشهرية. الأستاذ سمير وكيلي ينوب عنه محمد وكيلي. عبد الرقيب إسماعيل ما شاء الله. أمجد الشاجع. الفئة الأخرى هم المتميزون في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، شعيب مصطفى ما شاء الله. عبد القوي معمر. داود مصطفى. أمجد الشاجع. أكرم الشاجع. بسيم صادق. كريم معمر. زياد عبد الباسط. يوسف معمر. شكرا دكتور.